ألم يمكن أشرح ليه؟ تعديل شعار النادي الأهلي الجديد وفي الموسم الجديد وعودة نادي القرن الإفريقي، إيه الموضوع دوت؟ هنقول لكم تفاصيل عنه. النادي الأهلي أعلن إن هو هيعدل شعاره في الموسم الجديد وعودة نادي القرن الإفريقي. أعلن النادي الأهلي إجراء تعديل على الشعار الخاص به عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، والتي شهدت إضافة جملة نادي القرن الإفريقي. ونشرت الصحيفة الرسمية للأهلي عبر تويتر فيديو توضح فيه التعديلات التي طرأت على الشعار الجديد، وشهدت إعادة جملة نادي القرن الإفريقي، والتي شهدت حالة من الجدل بسبب إزالتها من شعار قميص الأهلي في الموسم الماضي. يشهد معسكر الأهلي الخارجي في دولة النمسا تواجد كل اللاعبين المقيدين في القائمة، بما فيهم اللاعبون المصابون الذين لم يكتمل شفاؤهم حتى الآن. ويخوض الأهلي معسكر مغلق بدولة النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد. وتعافى كل من أكرم توفيق وعمر السلية ومحمود متولي، وينتظمون في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، فيما يشهد المعسكر تواجد الثنائي المصاب كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح. ويضم الأهلي الثنائي فؤاد وعبد الفتاح لمعسكر النمسا من أجل استكمال برامجهما التأهيلي، برنامجهم التأهيلي رفقة الفريق في النمسا ومتابعة تحضير الموسم الجديد وحضور المحاضرات الفنية للوقوف على خطة التحضير للموسم المقبل، بخلاف رغبة الجهاز الطبي في عرض كريم فؤاد على الخبير النمساوي الذي أجرى له العملية الجراحية. ولم ينهى كريم فؤاد ببرنامجه التأهيلي بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بينما يشكو عبد الفتاح من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة. كمان معانا في خبر بيقول خطأ فادح في شعار الأهلي الجديد، وفي إعلامي بيوضح تفاصيل الخطأ ده. إيه موضوع الخطأ اللي هو في موضوع شعار الأهلي الجديد؟ قال الإعلامي هاني حتحوت أن شعار الأهلي الجديد به خطأ فادح، حيث أن الشعار به حرف الهمزة مكتوب على الحرف حرف اللام وليس على حرف الألف. وقال حتحوت خلال برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد أن شعار النادي الأهلي القديم المكتوب به نادي القرن أكثر تسويقا بسبب ذلك اللقب، مؤكد أن تصميم القميص الجديد للفريق جيد. عايزين برضو نقول لكم أن تم وضع الشعار الجديد على قميص الأهلي الجديد، وكان نتيجة لضيق الوقت ما تمش وضعه الموسم الماضي. وبيتكون الشعار الجديد لفريق كرة القدم في النادي الأهلي من اللونين الأحمر والأبيض، بجانب نسر في داخله اسم الأهلي باللغتين العربية والإنجليزية، وكمان عام تأسيس النادي واللي هو 1907، ولقب نادي القرن مكتوب باللغة الإنجليزية، مع إحاطته بخمس نجوم تشير إلى الألقاب المحلية والإفريقية. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان السنة دي الأهلي كسر الرقم 10 بقى 11، فالنجمة الكبيرة كانت بتعبر عن مجمل 10 ألقاب إفريقية، وفوق 4 نجوم، وكل نجمة ب10 ألقاب، 10 ألقاب دولي. والشعار الجديد للأهلي شهد 3 اختلافات عن الشعار السابق له. أول اختلاف هو تصغير حجم الشعار، وأصبح بيضم 3 أضلاع، بيلتقي 2 منهم أو ضلعين منهم في الأسفل. تاني حاجة إزالة اللون الأصفر من الإطار. تالت حاجة إعادة إظهار أو كتابة نادي القرن على الشعار الجديد.
واللي كان تم إزالته زي ما قلت لحضراتكم نظرا لضيق الوقت، وكان ده في الموسم الماضي، يعني ما كان إذا تم إزالته عشان ما كانش في وقت في الموسم الماضي، فما إيه ما لحقوش يكتبوه، ولكن الحمد لله السنة دي أديهم لحقوا يكتبوه اهوت، وحاجة مشرفة جدا للنادي الأهلي. أميز حاجة بقى في الشعار الجديد دوت اللقب الكبير، طبعا بخلاف اسم النادي الأهلي ونصر النادي الأهلي، اللقب ده هو لقب نادي القرن في إفريقيا. طبعا ناس كتير بتتعب عشان تعرف بس تقول انا ممكن اقرب من اللقب دوت، ممكن انافس على اللقب دوت، او انا بحاول اكون منافس على اللقب ده، ولكن نادي الاهلي عشان فعلا هو نادي القرن في افريقيا، فاللقب بتاعه الجديد دوت مكتوب بشكل رسمي وبشكل واضح دون اي مجهود، لانه فعلا هو نادي بيستحق لقب نادي القرن بعد ما حصد بطولات الفترة الأخيرة. ألف مبروك طبعا للنادي الأهلي. وهي ناس كتير بتحاول تنافس على الشعار دوت، ناس كتير بتحاول تقرب من اسم النادي الأهلي، وعشان هو فعلا نادي القرن فكتبوا على شعاره الرسمي، بقى هو فعلا شعاره الرسمي. وكان من المهم فعلا بعد ما الاهلي ما شاء الله حصد بطولات دي انه يكتب فعلا لقب نادي القرن، ويبقى مزين بالنسر بتاعه الملفت للنظر ونجوم الارقام اللي حققها النادي الاهلي سواء محليه او افريقيه. وانا عايز اقول كلمه دلوقتي، المفروض ان هو ما يبقاش فيه يعني نوع من النفسنه من الانديه الاخرى، يبقى فيه نوع من المنافسه الشريفه، ان هم يعني يحاولوا ان هم يكونوا زي النادي الاهلي، او يكونوا يعني في مستواه، وما يكونش برضو في نوع من الضغائن او الحقد. المفروض يبقى في منافسه شريفه، والمفروض ان هو يعني يعني الرياضه يبقى في روح رياضيه اصلا ما بين الانديه وبعضها وما بين اللعيبه وبعضها، لان في الاول وفي الاخر لازم يبقى في حد غالب وحد مغلوب، لازم يبقى في منافسه شريفه. ويعني ما ينفعش ان يبقى في الاهلي بس على الساحه، لازم يبقى في انديه تانية عشان احنا كجمهور نستمتع بالمطوشه وبالدوري او الكاس او بطوله افريقيا او اي بطولات تلعبها الانديه ديت. وكمان لازم يبقى في اكتر من نادي بينافسوا على القاب عالميه، والمفروض ان هو زي ما بقول لحضراتكم ما ينفعش يبقى في نادي واحد بس، لازم يبقى في نادي واتنين وتلاته، نادي الزمالك، نادي النادي بيراميدز، نادي المصري، النادي الاسماعيلي، لازم يبقى في كده عشان يبقى في حلاوه للكوره اللي احنا بنتفرج عليها. يعني لو الاهلي اللي موجود لوحده والباقيين يعني تعبانين، احنا هنتفرج على مين؟ او يعني لازم يبقى في متعه، لازم في اثاره، لازم في منافسه شريفه، وما تكونش في ضغائن ولا احقاد ما بين الجمهور وبعضه او ما بين الانديه وبعضها. نتمنى ان ربنا يصلح الحال للناس كلها، ويصلح طبعا حال الرياضه بتاعتنا في مصر عشان تبقى يعني تقلد او تبقى يعني على مقربه من الرياضه اللي احنا بنشوفها، الرياضه العالميه او الرياضه اللي الخارجيه. وزي ما بتشوف الفرق الكبيره الجميله ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، الفرق الكبيره الجميله دي بنشوفها وبنستمتع بيها، نتمنى تكون الرياضه عندنا فيها ذوق واخلاق ومنافسه شريفه. يعني بعتذر عن الإطالة، وبتمنى منكم اللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة، واللي اشترك ويدعمنا باللايك والشير. اللايك يا جماعة كتير بيخلي الفيديو يطفو محركات البحث زي ما بنقول كل مرة، وما تنسوش تضغطوا زر